قربنا نوصل. حاولك هيك هيكولي يا حسنة. حسنة هذا انت هاون. مرحبا. اهلين. خذي هالارنب وجهزي لنا يا على الغداء. عم بغسل مش فاضي. عم تغسلي؟ اشو انت عم تغسلي لكتيبة جيش؟ كلنا نفرين انا وانت. بقى شو كنتي سويتي لو كان عنا 10 اولاد؟ عم تعيرني يا خلا اني ما بجيبش اولاد؟ ليش المرة اللي كنت متجوزها قبلي اجاك اولاد منها؟ وشو لزوم الحكي هلاق؟ انا جايني ضيوف على الغداء وبدي يكون الارنب جاهز، فهمتي ولا ما فهمتيش؟ هلاق بو مرعز وبو نايف وبو عدنان تعتبرهم ضيوف؟ ولك هذول عواطلية وعوانطجية لا شغلة ولا عملة، وطول النهار عم تقضي الوقت معهم على شرب شاي ومتة ولعب ورق ونام للظهر. يا حسنة استهدي بالرحمن وكبري عخرك احسن لك. شو هالحكي الفاضي يا عم؟ عم قلك الظهر بده يكون الارنب جاهز وتحته صحن برغل، فهمتي ولا ما فهمتيش؟ فيش عنا برغل. دبري حالك هلاق، ومن هون لاول الشهر ربك بيفرجها. عيش يا كديش. امنت بالله على هالنهار. وك يا حسنة قصري لسانك احسن لك. ها شو هالملافظ الثقيله هي؟ العمى يضربك، العمى يضربها، العمى. وهي ترنيب بس. يا هلا يا هلا بالحامل والمحمول. يا هلا. شيلوا هالشدي. شيلوا هالشدي هلا. يلا تفضلوا غمسوا. يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. شو هالأرنب هاد؟ تقول جدي من وين لقطته يا طلاع؟ من جنب حرش الكستنو. من 3 أيام مسكت 4 حجلات وقليتهم على العشاء. أما شو طيبين؟ كأني كنت عم باكل بالمنام. وليش ما عزمتنا؟ بالحقيقة هن صغار شوي وما حبيت أعزمكن عليهم مشان واجبكن يعني. من قالك؟ ما نحن قبلانين. لك شو هالأرنب هاد؟ كأنه مش مستوي يا طلاع. والله كأنه عم ناكل دولاب سيارة. يا طلاع كأنه مرتك نسيت الطبخ بالمرة. أو بجوز بدها تطفشنا ومش حابة جمعتنا. بدك الصراحة يا طلاع انت مش حم تقدر على مرتك. بتتذكر المرة الماضية كيف خلتنا بلا شاي؟ دايمة. شو دايمة؟ محلك انت تشبع ولسه لسه بكير يا خيه. يا طلاع الارنب نايم ما قدرناش ناكله. هيك نقول لك يعني؟ دايمة. واني كمان دايمة. سلام. الارنب نايم؟ بسيطة يا حسنة، اعملي وكثري لقليك. يعني ما صار إلا بهدلتيني قدام العالم يا حسنة؟ شو علاه؟ طيب بسيطة. قلت لك 100 مرة هذول رفقاتك مثل ذكر النحل وأنا ما بحب تشوفهم ببيتي. شو هالحكاية؟ وصار لك لسان تحكي كمان؟ من أيمتين كنا والشمس ترقعنا؟ بعدين لمعلوماتك حسنة، هذا بيتي مش بيتك. ومين ما بدي بجيب علاه، مين ما بدي بعزمه، مين ما بدي بغدي. فهمتي ولي ولا عيد وافتيق؟ انا شايفة احسن شي اترك لك البيت وامشي. يعني عم تهدديني؟ عال عال والله حسنة خان وما عم تهددني يا ناس. طيب الله معك. دربني سدن ما يردن. يخرب بيتي يخرب بيتك يخرب بيتك. ما اوقحك العمى 20 سنة واني متحملك انت ولسانك الطويل. وانا كمان متحملتك انت وفقرك وكسلك. وليش متحملتيني يا بعد عيني؟ ما حدا جبرك تتحمل عيني. على كل حال ما صار شيء، كل واحد يروح لحال سبيله وخلصت القصه. وبكره بطلقك. شو علي؟ طلقني لشوف مين فينا رح يندم. رح طلقك وما رح يسال عنك. وصدقيني ما رح يندم، ما رح يندم بتاتا. وبكره بننزل انا وياكي على الضيعه منشوف واحد فهيم حتى يطلقنا ويخلصنا من هالقرف. مش فارقة طلقني. وجكيرة فيكي الليلي الليلي بالذات. بدي نام برات البيت، بدي اشوف حظي وكيفي،
بقى نامي يا ستي لحالك ونبص يا ست الحسن. العمى ما اوقحي، العمى يضرب جوز عيوني ضرب. العمى شو هالمخلوقه هذه؟ بالعكس يطلقني. الله يرضى عليك يا ابني، ظهري انكسر والهم دوبني. خد ليلى بنت ضيعتنا بترتاح معها وما بتتعبني. الله يرضى عليك يا ابني. السلام عليكم ابو شريف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بدك زواج ولا وفاة ولا ولد ولا دفتر عيلة ولا اخراج قيد؟ لا 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 يا ابو شريف، بدي شيء من هذا البلوك. شو بدك لتيم؟ بدي تصلح لي حسن سلوك اللي كتبت لي. انت كاتب لي اسمي سالم البحار وانا اسمي سالم النجار. يعني ما مشيش حاله؟ لا لا ما مشيش حاله. بقى يا ابو شريف الله يخليك صلح لي. تكرم عينك. الله يكرمك. خير ابو شريف، كان اخلاقك ضيقاني يعني. ولك كيف ما بدي تضيق خلاقي؟ من شهر ما فات لجيبتي قرش واحد. ولك شو الضيعه المنحوسه هي؟ لا عاد حدا تجوز، لا عاد حدا اجا ولد. ولك الحاج ابو فرحان ما غيره صار له عزرائيل عم بيعلكو يبسقو 3 اشهر ما كانش يقدر عليه. كانه الضيعه ميته والعوض بسلامتك. لك وين 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 فليت؟ بدكش تعطينا الاجره؟ بعدين بحاسبك يا ابو شريف. انا بعدين. لك ديه ديه ليش ماشي على بعيد؟ ولك حاجة تضربه حاجة. ما انك شايف شلون عم يمشي وصحته على قده. عيرينا سكوتك بقى، هذا الحمار حماري. شو بدك في القصة؟ ما تتدخليش. شلون ما دخلني؟ مين اللي كان يطعميه ويسقيه، انت ولا انا؟ لهيك طالع راسه يابس وعنيد. ولك ديه ديه يخرب بيتك ما اكسلك قسما بالله. الزلح في بتسبقك. مستعجل والله. طبعا بدي اتخلص وارتاح بقى. انا مستعجلة اكثر منك. حاجتي بقى شقة وتعتيق. واني ثاني حاجتي نقو معالجي على الطالع والنازلي. دي دي لا لا هيك ما بمشي حال ابدا ابو شريف. وبعدين مايك هي راهي نانا سبات وبسما دفعتي لي حقه. بس انا بتذكر اني اعطيتك دفعه. شو اعطيتيني؟ اعطيتيني 50 ليرة دفعه؟ حبيبي اذا ما مايك كملي لي هالسبات شو هي انا بدبره؟ وبيهون عليك صاحب مكتب تسهيل معاملات مثلي يستقبل الزباين وهو حفيان يا خواجه كريكور. وانت بيهون عليك واحد صاحب مكتب تسهيل معاملات مثلي ياكل مصاري على خواجه كريكور؟ لك اني بديش اكل حقه عليك يا خواجه كريكور. سوينا بس تسمع حدا بالضيعة مات او حدا بده يتجوز او جاي ولد، تعال وبشرني واني بعطيك حقه على الكامل. يا حبيبي ايش يا قديش؟ سلام عليكم. قال فاستنى قال سؤالك يا وينك انت؟ سلام عليك. وعليكم السلام ورحمة الله. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. حضرتك ابو شريف؟ نعم أنا أبو شريف صاحب مكتب تسهيل المعاملات، زواج وفاة ولادة إلى آخره. تفضلوا تفضلوا. نحن بدنا نطلق. مين بده يطلق مين؟ أنا بدي طلق هالحرمة هذه. وأنا كمان بدي طلق هذا الرجال. وصلتوا، بس بدنا نفهم أسباب الطلاق. اسكت يا ولي. أنا بحكي. مرتي حسنة هي اللي شايفها قدامك ما بتحبش الضيوف وبتكره الكلاب بعد، واكلها مالح مش مستوي، ولسانها ابي فتش لحلقها ابي فتش. واذا بدي منها شغلي وما عجبتهاش شو بتقلي؟ ما بتقليش شي، ما بتردش علي. بعدين ما بيحليلها كسر حطب الا واني نايه. يخرب بيتها. وكل ما شافتني فاضي بتقلي روح جيب مي. وكسرت لي جرتين لحد هلق جرتين. بالوا
الواقع أسباب وجيهة للطلاق. اسمع لقلك اسمع، هذا جوزي اللي شايفه قدامك بحبش الشغل، وطول نهاره يا أما عم يتصير يا قاعد عم يشرب شاي ومتى ويلعب بالمنقل مع رفقاته، وبعدين مخاره كبير وإله ريحة رجلين وبيشخر هو ينايم وبضله بيصرخ وبيعيط فيني. بالواقع أسباب وجيهة للطلاق. يعني بالمختصر المفيد منقدرش نعيش مع بعضنا. معكم حق، هيك عيشة ما بتنطاق. أتنطقش نهائيا، بقى عمل معروف بسرعة وطلقنا يا أبو شريف. على عيني، بس قبل ما طلقكم في شغلة صغيرة بدي أقول لك إياها. شغلة صغيرة؟ شو هذي؟ أجرة الطلاق 500 ليرة. ها؟ قديش؟ 500 ليرة، وهيدا عامل تنزيلات 30%، قبل بشهر كانت 800، بقى معكم 500. بس أنا يا أبو شريف أما عيش غير 70 ليرة، بقى لا رح أعطيك 50 لأني بدي أشتري ب20 ليرة شعير للحمار حتى يرجعني على البيت أجلك. 50 ليرة؟ روح عمي روح، روح العب بعيد، هدول أبي طلقوش خلفسي. روح دبر 500 وارجع لعندي. قال 50 ليرة. قال قومي ولي قومي. قعدت على الخيب وناي. يا هلا يا اسلام. خيب وطار. يا هلا يا هلا يا هلا. وعدنان ونايف. هلا هلا بطلع، تفضل. هلا معكم 500 ليرة؟ نعم 500 ليرة. انا ما لقيت بجيبتي 500 ليرة من سنة، وانا ما لقيتها من سنتين وازور. وليش بدك ال 500 ليرة على غفلة؟ بدي طلق حسنة، وابو شريف ما رضيش يطلق لي اياها الا ما يقبض 500 ليرة. والله إذا بدك تطلقها بس من شان شغلة الأرنب تستاهل، بس صدقني معيش. وأنا لو معي 500 ليرة كنت طلقت مرتي. الله يرضى عليك، بدي منك 500 ليرة. شو عم تقول؟ ما نسامع. 500 ليرة لازمتني ضروري. وليش بدك ال 500 مضروبة؟ بدي طلق حسنة. يا ريت معي 25 ورقة بتاخدها. 25 ورقة؟ ايه. رد على جوعتك. 25 ورقة. شمتاني مش هيك؟ بسيطة يا حسنة بسيطة. دي امشي بلك امشي بلك امشي الثاني ضربة تخلع رقبتك امشي. قال 500 مضروبة. قال بدي روح على سوق الدواب. شو بدك تساوي هني؟ بدي بيع الحمار. وقف وقف، شو تبيع الحمار؟ ما في تبيعه. هذا حماري واني حرفي. عم اقول لك وقف وقف. وهي وقفت. شو بدك ست حسنة؟ خد هاي ال 500 ليرة. ومنين جبتيها هذه؟ لا تخاف ما سرقتها، من سنتين بعد شخفة القماش اللي جابت لي اياها معاها امي لما رجعت من الحج. وليش ما قلتي لي؟ وليش حتى اقول لك؟ مشان تبعزق فيها مش هاي؟ بسيطة يا حسنة، عم تخبي علي كمان؟ شو عليه؟ منيحة اللي ظهرتي على حقيقتك.
تقلك تعال. تفضل يا ابو شريف، هاي ال 500 ليره طلقنا بقى. تفضل ادخلوا. اعطيني هويتك. تفضل. وهذه الهويه. اعطيني هويتك. معيش هويه. تفضل. شو هاد؟ هاي الورقة اعطاني اياها الشيخ سعيد بعد ما كتب كتابي على طلع من غير اليوم. يعني هذه الورقة بيمشيش حيلها؟ كيف بيمشيش؟ بيمشي ونص. يلا لشوف، حط وشك بوشها، قل لها انت طالق. حسنة بنت برهوم الحسين، انت طالق. وانت كمان قولي له انت طالق. وانت طالق. مبروك. تفضلي. هاي ورقتك. تفضل. هاي ورقتك وهي الهوية. يسلموا ديتك. وهلا شو بدنا نسوي يعني؟ يعني شو بدكم تساووا؟ كل واحد بيمشي بطريقه. بسيطة، ماشي الحال. وين بدك تروحي هلا انت؟ بدي روح لبيت خيي مصطفى بوادي الكينة. طيب اطلعي وصلك بس على المفرق. لانه بطريقي. طلعي. بديش بروح لحالي. روح مشي. تعالي، صارت الدنيا شاوب، لا تكبريش راس. تعالي ولي. وين 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 رايحين مع بعض؟ لشو فيها يعني؟ ابي سرش هاي، انتو اتطلقتوا. تعالي ولي. بدك تروحي لعند اخوك مصطفى؟ لك وين بدي اروح؟ ليش ما تروحيش لعند اخوك حسين؟ اخي حسين عنده 7 اولاد ومرته ما بتحبنيش، وبعدين بيته صغير. طلع انا نسيت حط مي للجاجات. بس ارجع على البيت وحطي لهم. اخوك مصطفى قلتي لي كان يعذبك لما كنتوا صغار، مش هيك؟ مظبوط. وكان يخلص لي الخرجيه اللي يعطيني اياها ابوي الله يرحمه. طلع. نعم. اذا جعت انا تاركه طنجره البطاطا والخبز بالنمليه، ابقى صب وكل. اخوكي مصطفى شو عم يشتغل هالايام؟ اخر شي بعرفه انه عم يشتغل بالمقلع. انا نشر ورق الملوخيه على السطح، ابقى نزلهم وحطهم بكيس خيش، بيلزموك بالشده. اكيد راح تملي عند اخوكي مصطفى. بجوز، ما بعرف. طلع. نعم. مش بقيان بالبيت غير 4 غرف. انا خبزت وعجنت امبارح، انت بتعرف تخبز وتعجن؟ انا الله يسامحك، ليش ما بتعرفيني انت؟ طيب طيب شو رايك روح معك على البيت بخبز لك وبعدين بروح لبيتك. يا ريت يا حسنة. بس نحن مطلقين. دي دي دي
السلام عليكم ابو شريف. عليكم السلام، شو شايفكم رجعتوا؟ اي والله يا ابو شريف، لانه اني وحسنه بطلنا نتطلق. شو بطلتوا ما بطلتوا؟ انتوا هلا مطلقين رسمي. بس اني وحسنه اتفقنا نرجع لبعضنا يا ابو شريف. شو الشغله، لعبوا اولاد صغار؟ انتوا هلا مطلقين رسمي، كل واحد لازم يروح بحال سبيله، هيك الاصول. يا ابن الحلال دبرها بمعرفتك، نحن ما بنقدرش نعيش بدون بعض يعني. قل اما هي سمعة، مين قال كنت تطلقوا لكين؟ شو بيعرفنا ساعه نحس. والله يا عمي رجعتكم لبعض صعب كتير يا طلاق. ايه وبعدين؟ رجعتكم لبعض بتكلفكم 500 ليرة. بس نحن يا ابو شريف دفعنا لك 500 ليرة. هي اجرة الطلاق حبيبي، الرجعة بدها 500 ثانية. بس نحن معناش 500 ليرة. والله بهالحالة بتكون تضلوا مطلقين. شي واذا رجعنا على البيت مع بعض شو بيصير يعني؟ يا لطيف يا لطيف، بدكن شرطة الاخلاقية تمسككن وتحطكم بالحبس. بس حسنة مرتي. كانت مرتك. طيب يا ابو شريف تقبلني، ابي يمشيش الحال بلا 500؟ صدقني ما بيمشيش الحال، لا حول ولا قوة الا بالله. روحوا دبروا 500 وتعوا حتى رجعكم لبعض. طيب قولوا ان شاء الله. بسيطة، تفضلي تقبلني. تفضلي حبيبتي. الحمد لله رب العالمين، ان شاء الله دايما يا حلوه. صحتين على قلبك يا تقبرني. الله يخلي لي اياكي ولا يحرمني منك. صحيح كنت بتقدر تعيش بلاي طلع. لا مين قال هالحكي، بدك الصراحة والله العظيم ما كنتش بقدر أقعد بلاكي ولا لحظة وحدي. لكن كيف طلقتني؟ خلاص خلاص يا حسنة تقبريني، خلاص ساعة نحس ساعة نحس. وهلق من وين بدك تجيب المصاري لأبو شريف؟ أنت ولا يهمك يا حسنة ولا يهمك. إذا بدك تبيع الحمار بيعه. لا كل شيء إلا الحمار، أبقدرش استغني عنه يا حسنة، بقدرش. يا ريت معي شي محرز حتى بيع. أنت استريحي ولا يهمك، أنا بتصرف. شفتك يا جبل عالبيدر. ارفع إيدك لفوق طولك لفوق. أمرك 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 أمرك، بس أتأذنيش ربي يوفقك. لفوق كمان ولا؟ لفوق لا لفوق. هات لشوف شوفي معك مصاري عندك. صدقني أمعيش أمعيش إيش. كذاب كذاب، طالع شو معك مصاري بسرعة بسرعة يا عم قلك، ها ولا بخلي هرصاصة تلعب براسك لعب. لا 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 لا، دخيلك دخيلك كرمال الأم. تفضل هذا كل اللي معي، لفها وحطها ببوز الباروني. يلا دير وشك على الحائط. لا تتحروا، عدنا 500. يلا لشوف بدي اسمعك. ها يلا، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر 11. السلام عليكم. شو ها؟ أعوذ بالله، شايفكم مع بعض. معلوم هذه مرتي حسنة وهذا جوزي طلع. لا حبيبي لا، ما حزرت، حسنة كانت مرتك وانت كنت جوزها وإسه أنتم مطلقين، فهمتها ولا لسه؟ كنا مطلقين وجايين هلأ تتردنا لبعضنا. جبت 500 ليرة بالأول؟ جبت إلا جبت. ومنين جبتها؟ أولاد الحلال أكثر. هاتها تشوف. لا لا يا أبو شريف، أبتخذهاش لنرجع لبعض مثل الأول.
ايدي بسيطه، حط ايدك بايدك. طيب. وقل له يا حسنة انا بحبك من كل قلبي ورايد انه نرجع على سنة الله ورسوله. انا بحبك يا حسنة، بحبك من كل قلبي ورايد ترجعي لي على سنة الله ورسوله. وانت طلعي بعيونه منيح وقولي له انا بحبك يا طلع من كل قلبي ورايد ترجع لي على سنة الله ورسوله. وانا بحبك من كل قلبي، من كل قلبي، وبدي اياك ترجع جوزي مثل ما كنت على سنة الله ورسوله. خلاص خلاص، هلا رجعته مثل الاول. هات الخمسمية تشوف. تفضل هاي الخمسمية، بس اكيد رجعني مثل الاول. رجعته. كذاب كذاب، طالع شو معك مصاري بسرعة بسرعة يا عم قلك، ها ولا بخلي هالرصاصة تلعب براسك. لعب. لا 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 لا، دخيلك دخيلك كرمال أمر. تفضل افهم، حط حبوس البارودي. شو يا ابو شري، ما عجبتك الخمسمية؟ لا لا لا، عجبتني. ايه الا عجبتني. خاطرك. مع السلامة. روح. دبرت حالي، شو بدك يا انا؟ نظل مطلقين يعني؟ لا، بس مو هي ال 500 ليرة اللي اعطيتك اياها امبارح؟ مزبوط، وإذا بدك برجع لك اياها مرة ثانية. لا لا لا، يعوضنا الله، بكفي إنه رجعنا لبعض وراح ساعة النحس. مشكلتي شخصية وعامة بنفس الوقت، يعني بتصير مع كل العالم مو بس معي. المصيبة انه تبدو بسيطة كتير، بس انا ما عم بقدر لاقي لها حل. صدقوني عم اكل همها كتير، مسببت لي اشكال يومي وحقيقي. ما بعرف. يلا اختي بقى، حظينا بقى، في علينا. يلا شباب يلا شباب. ايه على بالك شو صاير لك؟ جماعة اللي ما حاسبنا يحاسبنا، يطالع مصاري ويعطينا. لك أخي الكل دفع، هاي المرة عطتك المصاري. أخي الكل عطوني وكلهم دفعوا. لا ستي مو صحيح، في ثلاثة ما حاسب. شيخ لك حبيبي عم يقول لك الكل دفعوا، امشي وسمي بالرحمن. لا تعمل لي برز بصال، في ثلاثة ما حاسبوا، ها؟ وهي رح واقف وما رح امشي لحتى تدفعوا. شو هاد يا
لك فوق ما لميتهم من تحت الشمس والحرائي، هاي جزاتي. يا سيدي كتر خيرك، عملت معروف، يا ريت تكملوا معنا. الله وكيلك كلياتنا موظفين ومعترين، هلا منتأخر على شغلنا. ليش انا ماني معتر كمان؟ يا قسما بالله دافع حق السياره 1,100,000 وعليها ضريبه ما فتح ورزق، والبلديه كل يوم بتنط بدها مصاري اجار صفه بالشارع، والشرطي بده مصاري، والولاد بدهم ياكلوا، وانتو ما عاد تدفعوا. شو هاد يا والله شي بجنن. استغفر الله العظيم. ولك اخي رح نتاخر على شغلنا، يعني مو وقتها هلا تقعد تحكي لنا قصه حياتك. طول بالك، الله يخليك اخي، الله يوفقك، الله يخليك تمشي. لك اختي انت ليش عم تترجي؟ شو على كيفه، بده يوصلنا اجباري عنه. إيه لا سيدي ما حذرت، اذا بتريدوا تفضلوا انزلوا. لك شو انزلوا؟ ايش الشغل على كيفك كمان؟ طبعا على كيفي، ونكايه فيك مالي ماشي. اتفضل اعمل يلي بدك اياه، شرفوا شباب كلكم انزلوا. يلعن اخت المصلحه اذا مالي مبطله من هاللحظه. شرف انزل انت يا شرف، انت تاني لك انت لو فيك سوى ما تتصرف، هذا التصرف لك يا راح تبطل ما خلاص. بدك توصلنا غصب عنك، لازم يصير لهالسبب ولا اي سبب تاني، المهم لازم يصير. يا فتاح يا عريف، شو بدك ياني هور من عند الصبح؟ هلا يعني اذا تاخرنا لنا شي نص ساعه مو احسن ما تموتي؟ اعوذ بالله، هلا مين جاب سيره الموت؟ بس انا لا تاخذيني، يعني بيكون الواحد منكم مقطوع تحت هالشمس وبده من الله تجي تكفي، وبس يامن على حاله ويركب معنا بيتمقطع فينا وبده يانا نسرع. اختي انا هيك سرتي، عجبك عجبك، ما عجبك حاسبينا وانزلي. اف شلون بتحب تروح يا صحنايا؟ في طريقين، لانه مو فراغي، بس يا ريت تروح من الطريق الاقرب. على عيني. اتكابر اقول انساك تراضيني. لك وين صرنا نحن؟ وين اخذني انت؟ شو وين اخذني؟ على صحنايا. ايه بس هذا مو طريق صحنايا. انتي مو انتي قلتي لي مو فارقه معي واخذك من الطريق لاقرب، هذا هو الطريق لاقرب. انا حبيت اخذني، بقى شو صار بالدنيا؟ اللي صار انه هذا الطريق اطول من هذاك الطريق بثلاث مرات. والله انا حبيت اخذني، بس يبدو حضرتك مو مقدره هالشيء. وقف عندك، وقف وبلع لك. امنت بالله على هالنهار. اختي وهي وقفه. شرفي، اعطينا 50 ليره. نعم؟ 50 ليره؟ هلا هي المسافة القصيرة بدك عليها 50 ليرة؟ شو عم كذب عليكي؟ ليكو العداد 50 ليرة. شرف العمى. معقولة؟ معقولة يا مدام؟ معقولة تداومي بعد الساعة 10:30؟ أنا برأيي ترجعي على بيتك هلا، وبصراحة راحوا منك 4 حصص، وصار لازم نصرف الطلاب، وبتمنى ما تتأخري مرة تانية حتى تضل صفحتك بيضة بالإدارة. يعطيك العافية.